وليعلم أن الوقف يبقى تبقى منافعه ولو كان مما يستهلك. بعض الناس مثلا لما مثلا يغير مثلا فرش المسجد هذا قديم، فأتى شخص بفرش جديد، الفرش القديم هذا لو لم يستخدم يبقى أجره لصاحبه الأول حتى يتلف من حيث الزمن حيث قدره الله. وذلك بعض الناس يقول والله أنا ما أضع مالي والله مثلا في فرشة مسجد، بعد سنة أو سنتين تذهب ويذهب منافعها. لا، تلك المنافع يبقى أجورها لك حتى تنتهي من حيث الزمن الذي قدره الله ولو بعد 1000 سنة. فكذلك الشيء مثلا في بئر وما شابه ذلك نفس الحكم، فالأجر باقي وأنت تتعامل مع الكريم جل وعلا. أحسن النية وأحسن العمل وترى من ربك خيرا عظيما. نعم.